الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بنرحب بكل سادة مشاهدينا في كل مكان. وصفات سهلة النهاردة نقدمها مع البطاطس. بطاطس كده هنعملها رول ونعملها بالترك المدخن، وبعد كده عندنا نوع من أنواع المخبوزات الجميلة جدا اللي هنبدأ ندخلها دلوقتي الفرن. بس حبيت أوريها لك بعد ما تبدأ اللي هي تتخمر معايا، تبقى شكلها حلو جدا قدام حضرتك. بتاخد كده حاجة من فوق جميلة قوي قوي، بتخلي طعمها في حتة تانية خالص. بقدونس وتوم وزيت زيتون، والعجينه ديت محشيه كمان جبنه من جوه، فموضوعها خطير جدا. العجينه دي بالظبط حرفيا كانت لحد هنا، يعني كانت ربع الفورمه. سبناها بعد ما خمرت معايا، اتخمرت معايا كويس جدا. دلوقتي لازم تتخبز، فبظبط الفرن درجه حرارته بتبقى اقل، يعني اقل من العاليه. يعني مثلا احنا هنا عندنا الفرن لحد 220، بظبط على 190، بظبط درجة حرارة الفرن على 190، وابدأ اللي انا اشيل بالراحة. اي عجينة خمرانة بتتشال بالراحة خالص، تبدأ اللي احنا نحطها عشان ما تهبطش منك وانت بتحطها في الفرن، ونسيبها لحد ما تبدأ اللي هي تستوى معايا ونشوفها بعد ما تطلع. عندكم ارقام التليفونات قدام حضراتكم، 2600 من اي تليفون محمول تقدر تواصل معانا، او 0900 من اي رقم ارضي. خلينا نشوف رول البطاطس ده هنعمله ازاي. هنعمله بورق زبدة عادي جدا، وهي عبارة عن ايه؟ بطاطس مسلوقة وبيض، وعندنا بقسماط، وعندنا لو في توم باودر ممكن شغال، بقدونس مفروم، وبعد كده عندنا الحشو بقى، ممكن تحط الروز بيف او ترك مدخن، وعندنا جبنة موتزاريلا، ممكن تستغني عن الترك المدخن وتحط جبنة موتزاريلا وخلاص، وشوية بقسماط اللي هنحطهم على الوش من فوق. دي المقادير قدام حضراتكم اهيت، بنستعرضها قدامكم. بسم الله. نجيب بس شوية كده بقدونس صغيرين. هشيل العيدان ديت. وافرم عندي البقدونس فرم ناعم. وممكن نشيل من البقدونس نحط كزبرة عادي جدا. وعندي كيلو من البطاطس ببدا اللي انا اسلقه سلقه كامله. واهم حاجه في البطاطس بعد ما تتسلق انك تاخديها على طول تشتغلي بيها على طول، ما تسيبهاش بره، لان لو سبتها بره بتعمل ايه؟ بتجلد منك. فباخد عندي ادي البطاطس بعد ما اتسلقت، اخد عندي شويه البقدونس ونقوم نوزعهم. بعد كده عندنا شويه من التوم باودر، عندنا ملح، وعندنا شوية فلفل. بعد كده بقوم واخد عندي واحد عدد بيضة دلوقتي، يعني استنى كده شوية وبعد كده نبدأ نحط بقية البيضة التانية، ولكن نشوف ايه الموضوع هيبقى ماشي ازاي. نحط البيضة التانية، مفيش مشكلة، مش هيحصل حاجة، كله هيبقى تمام، لأن كده كده إيه، مين اللي هيلم الدنيا ديت؟ البقسماط. لازم بقى أهرسها كويس جدا قبل ما أضيف عندي البقسماط، وأنعمها كويس قوي أهو. يبقى توم باودر والبطاطس، وعندنا ملح، شوية فلفل، بقدونس مفروم، والاثنين عدد بيض اللي احنا ضفناهم، حوالي على كيلو الا ربع من البطاطس. لازم انعمها كويس جدا بالهراس اللي معايا كده. لازم تهرسيها الاول قبل ما، لان لو حطيت البقسماط هتعمل كتل، لكن احنا بنهرسها الاول تبقى ناعمه معايا قدام حضرتك اهي. بعد ما تنعم كويس قوي، بسم الله، اقوم واخد عندي البقسماط، انزل شويه كده صغيرين واستنى، لان كده كده البقسماط مجرد اصلا بيتشرب بقى اي ميه زياده تبقى موجوده فيه، وعايزها تبقى زي العجينه كده بالظبط اهي.
طبعا اي حاجه اللي بيسمغ الكلام ده هو كله هو البقسماط، وكده كده اصلا بتسيبيه كمان فتره تبدا اللي هي تحس ان هي بدات تسمغ معاكي وتمسك معاكي اكتر. حبيبات البقسماط بتبدا تشرب الحاجات الزياده اللي تبقى موجوده، اللي تبقى موجوده في البقدونس ما في ميه، والبطاطس بتبقى فيها ميه، فالبقسماط هو بيعمل ايه؟ بيمتص الميه عشان لما تيجي نحطها ان شاء الله في الفرن تبقى ماسكه نفسها وتبقى الرول يبقى مظبوط. احط عندي بقيه البقسماط. كده هو تكون العجينه جاهزه معايا. اهي كده بقت تمام اهي زي ما حضراتكم شايفين. هبدا اللي انا اعمل ايه بقى؟ اقوم جايب عندي ورقه زبده، شيل دي كده ونجيب عندنا ورقه زبده نبدا نشتغل بيها. لو عندك ورقه سيليكون مفيش مشكله، انا اشرب ورق الزبده عشان ده المتوفر عندنا ويبقى الموضوع سهل جدا. هقوم جايب ورق زبده كده. بسم الله. عندي زيت، حط شويه زيت كده حلوين. هوزعه عندي على ورقه الزبده عشان ما تلزقش البطاطس وانا بلفها. كلام جميل. بعد كده بقوم واخد عندي البطاطس. بسم الله. حطينا كده. زي ما حضراتكم كده شايفين. ممكن نجيب ده كده بس ايه نفرد بيها. وزع عندي البطاطس اللي عندنا ديت على ورقة الزبدة. كلام سهل جدا وكل حاجة بسيطة اهيت وسهلة لحد ايه دلوقتي. لا 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 ما تبقاش رفيعة، تبقى السمك بتاعها يبقى تخين شوية. تمام. بعد كده بقوم واخد عندي الترك المدخن وبنبدأ حضراتكم اللي احنا ايه نضيفه بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه اهوت. اهو ممكن نقلل دي شويه يا جيمي معلش. اهو كده لو مفيش ترك مدخن ممكن اي لحوم مدخنه عندك، روز بيف شغال. طب مفيش روز بيف ممكن جبنه بس، جبنه شيدر بس من فوق من جوه. ممكن لحمه مفرومه لو عايزه تحطي لحمه مفرومه برضو شغال. احط عندي الجبنه زي ما حضراتكم كده شايفين ونقوم ايه موزعينها على الترك المدخن اللي عندنا. تمام. بعد كده ببدا ان انا اخد اهي كده زي ما حضراتكم كده شايفين. ايه بقى اللي انا حطيته بقى؟ الزيت اللي انا حطيته ده مش هيخلي البطاطس تمسك خالص في الحاجه. بصي ونضغط كده كنا بنعمل رول سويس رول بالظبط. بسم الله. اهو ونيجي بقى من هنا كده هجيب دي بس كده يا عم جيمي عشان ايه تتظبط معايا اهي. بص ما شاء الله هجيب دي كده يمين كده اهو وشمال كده اهوت كده لحد ما الرول عندي يتظبط معايا. ايه بقى اللي ظابطها كده؟ زي ما قلت لحضرتك هي اهي الباشا الزيت اللي احنا حطيناه على ورقه الزبده. ما رضيتش اعملها على ورقه سيليكون عشان الموضوع يبقى سهل بالنسبه لك كست بيت. اقوم قاطع من هنا كده ماشي، مش هضغط ولا هعمل اي حاجه، هقطع ورقه الزبده بس من هنا واجيب عندي الصاج هنبدا نشتغل بيه. دي كانت بتتعمل على البوفيهات على الفطار تجنن، حلوه قوي قوي يعني بجد، يعني هتجربوها وتعجبكم جدا. اقوم شايل ديت وبالراحه خالص، كل حاجه بهدوء في المطبخ بتطلع معاكي مظبوطه.
اظبط بقى خلاص. نعمل ايه بقى؟ بقوم واخد عندي البقسماط دهوت عشان يتحمص كده ويديني قرمشه من فوق، يبقى كرامبل من فوق، هيبدا يحمر كده مع البطاطس ويطلع لي حاجه محترمه جدا. ادي الايه، البقسماط كده من فوق عليها. وبعد كده نروح فين عندي على الفرن يا باشا، لحد ما تبدا اللي هي تحمر معايا. بسم الله زي الفل. ناخد الاستاذ اسماء. الو، ازيك يا استاذ اسماء؟ الحمد لله. والله انت عامل ايه؟ الحمد لله كله كويس الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. وانت طيبه؟ انت ايه الاخبار؟ الحمد لله والله تمام يا رب دايما يا حبيبتي. اموريني يا اسماء ان شاء الله. ممكن تريت عامل ايس كريم؟ الايس كريم من عينيا الاتنين. حاضر حاضر، عينيا. احنا هنستعجل شوية عليه، ممكن يعمل له ايه، نعمل لكم حلقة لو مستعجلين عليه. لكن الايس كريم لسه ايه، شهرين اسماء كده ولا حاجة. شهر 7 كده ولا 6 كده نبدأ دي، شهر 6 ان شاء الله. وحدش فاهم اي حاجة في الجو. حدش فاهم اي حاجة في الجو، ناس عمالة تطلع الصيف وبعد كده تقوم رجعها تاني. والناس عامله ميكس في الدواليب دلوقتي، شتوي على صيفي على اي حاجه. لدرجه وانا نازل الشغل قاعد ابص على الجو، تشوف بس الجو عامل ايه، البس ايه، قميص ولا البس جاكيت ولا ايه. لكن هو طبعا بالليل لا، بيبقى الجو ساقع جدا يعني. كده خدت بقسومات من كل حته، بصي شغل كده عالي. نقوم حاطين البقسومات كده وزي الفل. اخد بقى اللوف الجميل دهوت، نروح فين عندي على الفرن، درجة حرارة بتبقى 190، حد ما تتحمص كده من فوق. وبعد كده بنبدأ اللي احنا نقطعها عندنا شرايح. ممكن اجيم يعمل حاجة هقطعها لك دلوقتي ولا بعد ما تستوي؟ خلينا بعد ما تستوي افضل، تكون اتحمصت ومسكت نفسها ونبدأ اللي احنا ايه نقطعها. خلينا ناخد فصل ان شاء الله كده صغير، وبعد الفصل عندنا رولات كده عاملينها بالبتنجان باللحة المفرومة، هتجنن. بعد الفصل نكمل. تاني بعد الفاصل، حطينا رول البطاطس جميل اللي احنا عاملينه، حطيناه في الفرن. بعد ما يطلع بنبدا اللي احنا نقطعه ونقدمه بالهنا والشفا. بس هو الفكره احنا موجود فيها بيض فلازم يستوي، بس البيض ده هو اللي بيسمغ الرول نفسه. لما نيجي نقطعه يطلع معاه الشريحه مظبوطه جدا، والتقطيع تبقى مظبوطه، بتقدم على الفطار هايل. بس لازم يتحمص من فوق الاول، والبقسماط ده هياخد لون من فوق. في رولات هنعملها ان شاء الله دلوقتي، البطاطس مع البتنجان. خلينا نشوف ازاي هنقدر نعملها. انا بجيب عندي البطاطس كده اهوت، واقطعها شرايح سمك 2 سم كده ولا حاجه اهو. تبقى مدوره كده وتبقى حلوه، عشان هنبدا ان شاء الله ان احنا نقليها مع البتنجان في الزيت. البتنجان بجيبه بنحطه عندنا في ملح خشن لحد ما ينزل الميه بتاعته قدام حضرتك اهوت. هو بس ايه، هنجيبه بمصفى عشان الميه دي بتنزل كمان المراره اللي تبقى موجوده فيها. اهو شايفين الميه ديت اهيت. بنبدا اللي احنا ايه، يبقى البتنجان عندي جاهز وعندنا البطاطس عندي جاهزه. بجيب عندي بقى كبه وابدا احط فيها لحمه مفرومه. نحط عندنا بصل مبشور، فلفل ارنقوطي اجيبه كده قرن كده ولا حاجه، او نص قرن كده صغير. عندنا فصين 2 ثوم مفروم. بعد كده عندنا شوية من الفلفل الأسمر. بعد كده عندنا شوية من الملح. نحط عندنا واحد عدد بيضة.
شويه البقدونس اللي باقيين من المره اللي فاتت، اخدت شويه، هاخد شويه منهم صغيرين، مش شرط طبعا افرمهم فرم ناعم قوي، عشان كده كده هحطه في الكبه، هشيلهم ونحطهم فين عندي في الكبه هنا، وهسمغ الكلام ده شويه بمعلقتين اتنين بس، بس تسمغ لي الدنيا من البقسماط. اقفل واشغل. سمغت تمام، اقوم شايلها احطها هنا كده، تبقى ايه جاهزه معايا على ما اخلص عندي البطاطس بقى واظبطها. بسم الله. هنا البتنجان بجيبه، تعالوا ايه نقليه عندنا في الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو ما بياخدش سوا كامل عشان لسه هيخش عندنا الفرن. البطاطس نفس الكلام، بسم الله برضو، عندها خل عندنا البطاطس ديت اديها برضو نص قالية كده واطلعها. طبعا ده في الاخر هيطلع لك حاجة شكلها حلو قوي قوي وطعمها حكاية. بعد ما حطينا البطاطس اهيت، تعالى كلها بقى مع بعضها، هنقلي البطاطس ونقلي الباشا ديت. طيب ممكن نجيبها الحاجة ديت نعملها في اطباق، هتبقى شكلها شيك جدا. هنشتغل عندي في الاثنين دول بايركسين دول، نبدا ان احنا نشتغل فيهم. اللحمه المفرومه هنعملها زي البرجر بالظبط، نعملها كده بايدينا، هتبقى كده حلوه قوي. اديها كده مساحه كده حلوه تبقى طالعه عن البطاطس وبتاع، عشان هي هتاخد يعني هتكش شويه صغيرين. ماشي. ام شيماء ازيك؟ صباح الخير، ازاي حضرتك؟ ازيك يا ام شيماء، عامله ايه؟ الله يسلمك، كل سنه وانت طيب. الله يخليك يا ام شيماء، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب، عامل ايه ولا الله يخليك؟ إيه؟ الحمد لله بخير، في نعمه الحمد لله. الحمد لله. الله يخليك، يسلم ايديك على اللي بتعمله. الله يكرمك يا ام شيماء، شكرا. وربنا يديك الصحة ويقويك يا الله رب يخليك. على كل اللي بتعمله والله. شكرا يا ام شيماء، ربنا يكرمك، صباح الفل. وشكرا للأنسة اللي ردت عليا. الله يخليكي، شكرا يا فندم لحضرتك، شكرا، كلك ذوق. ربنا يبارك فيها، ما شاء الله عليهم، كلك زي العسل والله. كلك ذوق يا ام شيماء، ربنا يكرمك، كل سنة طيبة. مع السلامة يا ام شيماء. مع السلامة. المخبوزات ماشيه تمام والبطاطس ماشيه تمام. ماشي. هنا اللحمه هعملها زي اقراص البرجر كده بالظبط. بس عشان بس تبقى نفس الشكل، نفس الراوند بتاع البطاطس والبتنجان. وكده في السوا كمان بتبقى احلى، ما بتاخدش تسويه كتير، خصوصا ان ده خلاص واخد نص تسويه وده ناخد نص سوا برضو، فالموضوع هيبقى لطيف جدا. اهو على ما اخلصها هيكون عندي البطاطس خلصت والبتنجان خلصوا. هندي بس تقريبا كده البتنجان يا حاج. يا زيزو. انا شيف. ايوه زيزو، وحشنا شيف والله. انت اكتر عم زياد، عسل.
عامل ايه يا شيف؟ الحمد لله حبيب قلبي، الله يعزك. كل سنه طيب يا شيف. وانت طيب يا زيزو حبيبي، ربنا يخليك يا شيف. اخبار الامتحانات يا زيزو؟ الحمد لله. ايه شغال في الامتحانات ولا لسه؟ شغال اهو. ايه الاسبوع ده صح؟ لا انا هبتدي 20 واشتغلت اعدادي. ربنا معاك. لا بقول لك ايه، المرحله ديت ما فيهاش هزار. ماشي يا شيخ. زياد والله بكلم بجد، المرحلة دي والله يا لازم تركز كويس جدا جدا جدا. حاضر يا شيخ. وتشيل الموبايل، مالكش دعوة خالص بقى، بص انسى حاجة اسمها موبايل أصلا. حاضر. ماشي يا زيزو. ماشي. حبيبي يا زياد. سلام يا زياد. ربنا معاك وحبيب قلبي. ده هو زمانه قال أنا غلطان اتكلمتك. أنا غلطان. يعني انا بتصل عايز بس شويه مكرونه بشاميل شويه سلابيا، تقول لي خلي بالك من المذاكره. طب ماشي. والله يا زياد عشان بحبك، عشان الفكره ان انتوا ما تعرفوش الموضوع ده الا بعد ما بتكبروا. اللي اهم مرحله هي اهم مرحله الثالثه اعدادي، لازم تكون بتركز فيها جدا جدا، ولما تكبر هتعرف انت الكلام اللي انا بقوله لك. فربنا معاكوا حبايبي ان شاء الله، وبنصح اي ست بيت واي راجل بيتفرج علينا انه يشيل الموبايل من اولاده الايام ديت قبل فتره الامتحانات ديت، وعادي جدا هيتضايقوا اول ساعتين اول ثلاث ساعات، بعد كده عادي. يعني طول عمرنا كنا عايشين من غير موبايلات، يعني هو الفتره ديت وبعد كده نبدا نطلع لهم الموبايل، ولكن بفترات. خلي بالك الموضوع ده مهم جدا والله، بيأثر على رقبتهم، بيأثر على الغضروف بتاع الرقبه، بيأثر على كل حاجه وعلى النظر. ولاحظي كده وشوفي الاولاد والاطفال دلوقتي وايام زمان، والله يا جماعه الموبايلات متغيره، المينتاليتي بتاعتهم متغيره خالص بسبب كتر النظر على الالعاب. بتحس كده في حاجه مش طبيعيه في الاولاد الاطفال ال 13 وال 12 بسبب موضوع الموبايلات. لما يقعد طفل اكتر من 8 ساعات قدام الموبايل، وفي الاخر انت محتاجه منه اللي هو يذاكر وبيعمل، اكيد في هتبقى في حاجه غلط مش مظبوطه. فالفتره دي استغليها وشيلي منه الموبايلات. انا كمحمد عملت كده في البيت عندي، زعلوا اول ساعتين ازعلوا، بعد كده خلاص بقى لهم اسبوع بفضل الله ولا بيسالوا عليه الحمد لله. يعني يا حاج عزيزه، ايوه يا قلبي، ازاي حضرتك عامله ايه؟ كنت تعبانه من زمان ما كلمتكش. الله الله الف سلامه عليك، شفاكم الله وعافاكم. تسلم يا قلبك وتسلم الاموره اللي ردت عليا الله يخليك. الله يخليك، ربنا يعزك يا رب. ازيك يا حبيبي وازاي ولادك؟ ان شاء الله تكون احنا بلديات يا ست محمد. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ربنا يكرمك على دماغنا والله. اكتر منك على حاجه. اتفضلي. هي الحاجه اللي بتاعت تعبانه ولا معلش؟ موجوده والله بكلمها على طول والله، موجوده ربنا يديها الصحه ويخليها لنا. يعني هي بخير يعني؟ زي الفل. طيب يا قلبي الله يخليك، ما يضمك لا في عينك ولا في صحتك، وتسلم وقفتك. الله يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك يا رب. شكرا يا حاجه عزيزه يا غاليه، شكرا لحضرتك، مع السلامه. ده خلي بالك الحاجه ناديه برضو لها فنزات. والله ربنا يخليكم لبعض. هنا البطاطس ايه؟ نص سوا. نطلع كده اهوت وناخد بقى الباذنجان وناخد عندنا الايه؟ البطاطس، ونقوم واخدين عندنا طماطم دهيت. ايه يا معلم؟ تمام. حالا هنا. ادي كده ايه الطماطم قدام حضراتكم. بص ليه الدنيا تبقى متقسمه، بص حتى الالوان، يعني بص الاربع الوان اللي موجودين. بتنجان، بطاطس، لحمه، الطماطم. حلو، اخر حاجه هنعملها، اخر حاجه. عشان تبقى ايه الحاجه مظبوطه معايا. ميه سخنه. انا مش هحط زبده عشان حاجه تبقى بس خفيفه شويه ما تبقاش تقيله قوي. صلصه طماطم ماشي، وشويه ملح، سنه بسيطه جدا من الفلفل الاسمر بس. ماشي،
دول ايه اللي هسقي بيهم من تحت. هاخد عندي لوش نحطها كده هنا، نحط شويه هنا، وبعد كده بنبدا اللي احنا ايه نرص عندنا الطبقات اللي احنا عملناهم عندنا، اللي هم عباره عن ايه بقى، عشان الحاجات دي تمام جدا. ماشي، حط عند البتنجان نرصه زي ما اتفقنا نص تسوية طالع، بعد ما حطيته على عندي على منشف مطبخ ومرصينه هنا بالشكل ده. كلام جميل، كلام جميل. ناخد عندنا الطماطم، شرايح الطماطم نقوم حطينا فين؟ عندي على البتنجان. ده كلام محترم جدا. بعد كده عندنا البطاطس اللي انا محمرها زي ما اتفقنا اللي هي نص تسويه اهي، حاطينها كده بلاش ديت عشان الحاجة تطلع شكلها حلو. بعد كده بقوم واخد عندي الايه اللحمة كده، ونقوم حاطينها كده عليها من فوق اللي احنا مقطعينها ولفيناها كده بشكل دائري. لا يفتح النفس وطعمها هيبقى في الاخر حلو قوي ان شاء الله بعد ما تبدا اللي هي تستوي معايا. خلي بالك كل حاجه مستويه عندي، عشان كده انا سبت اللحمه في الاخر فوق عشان هتطلع في الفرن مش هتاخد 10 دقائق ولا ربع ساعه اللحمه تستوي نطلعها ناكلها بالهنا والشفا. بعد كده بقوم واخد عندي شويه من الصوص كده اهوت اهو عليها كده من فوق. الله، شفت شكله عامل ازاي؟ واودي فين؟ عندي على الفرن. بس قبل ما اودي على الفرن تعال نطلع عندنا المخبوزات اللي عندنا. الله، ادي قدام حضراتكم ده اللي هنشتغل فيها ان شاء الله السيجمنت اللي جاي، لكن حابب اوريها لك. بص طالعه عامله ازاي؟ فورمه اللي احنا عاملينها بالخبز، وطالع عامل ازاي؟ ما شاء الله حاجه جميله جدا. تعالوا بقى عم جيمي هناخد عندنا البايركس الجميل ده هوت، ونروح عندي على الفرن الجميل بتاعنا ونسيبه لمده 10 دقائق او ربع ساعه بالظبط لحد ما يكمل التسويه بتاعته. صواني دي صواني الكيتشن اوفر اللي قدام حضراتكم، الصواني الاحجام اللي انتم بتحتاجوها، الالومنيوم بتاعها محترم جدا تعيش معاك سنين وسنين، وفي احجام منها كتير جدا يا جماعه، في منها ده وفي منها ده، وده اكتر حاجه عمليه الطقم اللي قدام حضرتك ده اللي هو العالي، وفي منها الواطي، ده له استخداماته وده له استخداماته. ده بستخدمه في الكيكس مثلا، في اي حاجه عايزه تدخلها الفرن خلي بالك بيطلع الكيك مظبوط جدا 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 ما شاء الله، وما بيحرقش حاجه، وتوزيعه الحراره تمام لان المكابس بتاعتهم محترمه جدا ومخليه كل حاجه السمك بتاعها يكون تخين سميك، فالحله تشيليها او الصينيه ما بتقوش في الفرن، حاجه محترمه بجد. دي صواني الكيتش نوفا اللي قدام حضراتكم اهيت، دي 26 مقاس 26، بيجي مقاس اكتر من كذا مقاس، ودي اللي هي للطواجن اللي تعملي فيها اي بريمات انت عايزاها، كل اللي تقدري عليه تمسكي عندك الكود الخاص بال او الكيو ار كود الخاص بالبيدج اللي انت بتقدري تخش عليها وتشوفي الحاجات اللي انت محتاجاها ايه من كاست بيت. كتير قوي بيقعدوا يسالوني على الانستجرام والفيسبوك الحاله اللي انت بتشتغل بيها الصواني، انت شوف الصفحه دي صفحه التسوق ديت او برايدز هاوس، انت بتقدري تخش عليها شوفي اللي انت عايزاه حاجه والكيو ار كود ده وعندك ارقام التليفونات ديت، فكره في ثقه، الفكره في ثقه هتلاقيها موجوده بفضل الله ما بيننا وما بينكم في حته خدمه ما بعد البيع، دي مهمه جدا
وديت بيرعوها جدا جدا عندهم في السوشيال ميديا، فدي حاجة كويسة قوي. هتلاقي كل حاجة بقى، الحلل هتلاقي في نوعين اتنين وهي موجودة عندهم على البيج، تقدري تشوفيهم وتختاري اللي انت عايزة منه. ده كل اتنين زي الفل. كتير قوي بيقعدوا يسألوني ده ولا ده، النوعين الاتنين موجودين على البيج حلوين قوي قوي قوي. خلينا ناخد فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل هنعمل لكم المخبوزات اللي بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، لانها طعمها وريحتها وهي طالعه من الفرن تهبل. فاصل ونواصل. شغل فاخر، شغل فاخر. بص الجبنه بقى، حلاوه الجبنه والترك المدخن اهي، تقطعي كده كده. الله الله اللهم صل على النبي. بص الجبنه من جوه بقى، بص يا باشا، بص الحلاوه. الله، مش هيلاقي كده اهوت. تقومي حطاها هنا على الطبق، ادينا على الفطار تجنن. والبقسماط طبعا ايه، اتحمص تعمل مظبوطه، دي تطلع حلوه قوي. واو واو بجد يعني. لان الحاجه الله يحفظك يا شباب اهي. بص ما شاء الله، فالجبنه بقى ايه اهو، مع الحاجه طالعه مظبوطه، تسويتها مظبوطه في الاخر بجد والله هتاخدي نتيجه محترمه. قدم بقول لك على البوفيهات، بيطلع خطير. فطار وغدا، خلي بالك بيطلع فطار وغدا، هو من المقبلات يعني. عملتها لك ايه بورقه زبده عشان الموضوع يبقى سهل بالنسبه لك. واخده بالك انت من طبقه البقسماط عامله ايه فيها من تحت ومن فوق، مخليها كل الموضوع سهل في التقطيع وفي كل حاجه. بسم الله. جبنه سايحه نايحه ايه؟ نشيلها وكده ايه الموضوع يبقى جاهز معايا للتقديم وبالهنا والشفا. ايه بقى حوار المعجنات اللي هنبدا نشتغل فيها؟ خلينا نشوف هنعملها ازاي. دي فورمه اهيت هتتعمل، فورم اي فورمه كيك عندك هتطلعيها وهندهنها زبده او زيت وهنبدا ان احنا نشتغل فيها. طيب تعالى نشوف المقادير عباره عن ايه. نزل المقادير كده اهوت، معلش اجي بس هجيب لك المقادير دي هنا. نازل يا كبير يلا مقاديرك، على ما اظبط انا اطباقي كده واروق حالي. المقادير هي هتنزل قدام حضراتكم. يلا 4 كوبايه من الدقيق، 2 عدد بيض، بعد كده عندي نص كوبايه من الحليب، هقوم بس حاططهم مع شويه ميه دافيين كده اهوت عشان يظبطوا لي الدنيا، معلقه كبيره من الزبده،
معلقه كبيره من السكر، باكو من الخميره، وبعد كده عندي رشه ملح. الحشو بقى جبنه شيدر عندنا، وبعد كده في الوجه بقى دي اهم حاجه، ثوم بقدونس زيت زيتون، ده بقى بيدي طعم حلو قوي قوي للمخبوزات بتاعتنا. هنا بقوم حط عندي الخميره، بنقوم حاطين عندنا السكر طبعا، تفاعلات كلها جميله. ولو عندك خميره، الخميره كبيره باقيه ما عندك من الكحك ممكن تطلعيها وتشتغلي بيها، او لو عندك لو موجود عندك الفريزر طلعي علبه كده قد علبه الكبير بتشتغل على الاربع كوبايات من الدقيق. هنا بقوم حاطط عندي اللبن الدافي، واقوم مقلب عندنا الخميره، طلعوه بره. هاخد عندنا الدقيق، اربع كوبايات من الدقيق، نص كيلو يعني، اربع كوبايات ما بقاش مليانين يعني. وبعد كده بنبدا نعمل ايه، اقوم حاطط عليهم بقيه المكونات بتوعنا. بيض والزبده، اتنين عدد بيض، والزبده ديت في ايه؟ في الاخر. واخد عندي الخميره مع اللبن مع السكر، واقوم حاطينهم سنه بسيطه جدا من الملح، واخر حاجه خالص هنضيفها الزبده. اظبطها عشان تبقى جاهزه معايا اللي انا هحشي بيها. فاخد كده، هي كده كده المبشوره اصلا بتبقى متسمغه، بتبقى حلوه يعني، فباخدها كده وبنبدا ان احنا ايه، عشان لما اجي اعملها بحطها في الحشو تبقى جاهزه معايا مش اكتر. اهي يا ريس، شويه ميه صغيرين بس تلم معايا وتظبط معايا الدنيا. اخر حاجه بضيف لها ايه بقى بعد ما تخلص، اهي مكعبين اتنين من الزبده، وتكون الزبده طريه جدا. بسم الله. بس مش هتحتاج اي حاجه تاني خالص كده ولا اي حاجه. كده كله تحت السيطره. الله على الطاجن الجامد، اللحمه المفرومه كشت حاجات بسيطة فكشفت الطاجن أكتر، عشان كده أنا كنت إيه موسعها شوية عشان لما تيجي تكش معايا تطلع معايا مظبوطة أهي. سيبها بقى كده إيه براحتها خالص لحد ما تبدأ اللي هي تكمل الشغل بتاعها. هنعلي بقى هنا. غير ما نحط الدقيق أهي، تحس إن هي لازقة في العجان صح؟ هتلم دلوقتي. من غير ما نضيف دقيق ولا من غير ما نضيف اي حاجه، العجينه هتلاقيها بتلم دلوقتي معاكي وهتبقى زي الفل. بس ايه، بتتطلب ان انت تعلي السرعه عشان تبدا تلم العجينه كويس جدا. هنا بقى بنعمل حاجة على من العجينة تلم معايا، بس ثوم مفروم على شوية الكزبرة أو البقدونس المفروم، هوب يا باشا شوية زيت زيتون عليها، وأقلب الخلطة دي مع بعضها، سيبها تتعتق كده شوية
على منجله تاني، بس هي محتاجه شويه زيت كمان. هضيف لها شويه زيت كمان اهو قدام حضراتكم عشان تبقى جاهزه معايا. البقدونس مع الثوم مع زيت الزيتون. وهنا الفورمه دي ممكن نديها شويه زيت بس او زبده. معايا تعال نبص على العجان. ولا اي حاجه، سيبيه زي ما هو هتلاقي يظبط معاك الدنيا. تعالي بس نشيل دي وانا بقول لك مصمم مش هضيف لها دقيق، هتطلع مظبوطه معايا. ما ضفتلهاش اي حاجه ولا اي حاجه، سيبيها زي ما هي بس. بس هلم الجوانب كده منها لان هي طالعه مظبوطه جدا، فمش محتاجه زي ما اتفقنا اي حاجه. اهي بس كده، شفت بقى لمت ازاي؟ هي اول طبيعه اول لما بتحط الزبده بتحط حاجه سايله او بتحط حاجه طريه في العجينه، فبتلاقي العجينه بدات تحس ان هي ايه، ايه ده، ايه ده، ده بدات تبقى طريه، ده لازم تحط لها دقيق. ده غلطه، ما ينفعش. سيبيها بس بتعلي السرعه عليها. بص يا باشا بقى، تحس ان العجينه بدات ايه، تضرب الحله بالقلم كده، تعرفي ان دي العجان او الخطوات بتاعت العجين بتاعتك ماشيه صح 100%، بس عن طريق ان انت بتعلي السرعه عندك في العجان. بس انا مش حاطط كميه كبيره يعني. هنبدا ننضف العجان اكتر. خمس دقايق ونشتغل بيها على طول. بصي ما شاء الله اهي، دي العجينه اهي. بصي حطها كده في ايدك، بصي ولا في اي حاجه بتلزق. دي خطوات نجاح على عجينه محترمه تقدري تشتغلي بيها وتاكليها بالهنا والشفا. تقدري تعملي منها عيش على فكره، وعيش كايزر كمان تطلع حلوه قوي، خصوصا ان فيها بيض. ننزل كده، ما تسيبش بس بالله عليكي بنفس الخطوات اللي احنا بنشتغل بيها دي. انا كل حاجه بفضل الله بعملها لك على الهوا والله، كل حاجه يعني. بس الحاجه بس لو هتخمر او هتاخد وقت طبعا، فبضطر ان انا اعمل لك حاجه بس منها قبل الهوا. غير كده حاجات كلها بنطلعها وبنشتغل بيها قدام حضرتك. طلع العجينة اهي. يا مميز ازيك؟ الو مميز. الو ازيك يا استاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك؟ ايوه ازيك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ ازي حضرتك يا ست الكل، كله تمام؟ الحمد لله. اللهم امين يا رب. تسلم ايدك والله. الله يخليك ويبارك فيك يا رب. كل حاجتك جميله والله. ده انتوا اللي احلى والله. بنجربها حلوه قوي. الحمد لله يا رب دايما. والحلقه جميله قوي، عجبتني بتاعت امبارح بتاعت اللازانيا. ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب، تسلمي. انا اتفرجت في القعده والمباشر. يا بألف هنا، ان شاء الله تنفذي بس حاجه منها. لا ان شاء الله بنعمل كل وصفاتك والله جميله جدا. ألف هنا وشفا، الله يعزك يا رب. اتفضلي. طب بكلمك يا شيخ محمد، الصوره جميله قوي اللي على الفيس بتاعت كريستيانو. والله. جميله جدا، عجبتني الفوز وعجبتني ربنا. ربنا الناس بيقولوا عليها فوتوشوب يا جماعه، والله ما فوتوشوب ولا حاجه. جميله جدا، كل الناس داخله لك في الكومنتات معلقه جميله جدا. الله يخليك، انا قاعد عمال اضحك من امبارح على الكومنتات، ما بضحكش على حاجه ثانيه. انا بضحك كتير جدا. الله يخليك ويبارك فيك، شكرا يا مولاي. كل حاجه بتعملها والله حلوه. ربنا يخليك يا رب، شكرا، شكرا لحضرتك. لقيت الناس بتقول فوتوشوب، قلت خلاص بدل ما ناخد عين فوتوشوب فوتوشوب عادي، مع ان هي سهله جدا اي حد يعني، الموضوع سهل جدا يعني. هي بتتصور سلو موشن وبعد كده بتبداي تاخدي اللقطات من الموبايل، فالموضوع بيبقى سهل يعني. ماشي، قسمنا العجينه بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. تعال نطلع بقى الطاجن عمنا، ما شاء الله. اوعى السخن. وكل حاجه زي ما اتفقنا هي مستويه معايا وزي الفل. وتطلعي قرن فلفل كده في النص كده حامي عشان تطلع معايا الحاجه مظبوطه ان شاء الله.
عجينة ما شاء الله مظبوطة ظابطة تمام. نلف. كده اهوت. وبعد كده بنبدأ ان احنا نعمل ايه؟ احشي جبنة ونبدأ نحطها في الفرمة هنا. نعم طه. ماشي. هنا بقى بقوم واخد عندي اللي تحت معايا كده اهوت افتحها يا جيمي ونبدأ نحط فيها الجبنة كده ونقفل. اهو. نحط فيها الجبنة هنا. هي يا حبي؟ لسه معاك دلوقتي حالا. قول لي عايز ايه؟ استاذة أماني ألو؟ ألو السلام عليكم. ازيك يا أستاذة أماني؟ ازيك حبيبي عامل ايه أخبارك؟ الحمد لله ازي حضرتك؟ الحمد لله. حلقة امبارح المكرونة فوق الروعة. ربنا يخليك والله ده من ذوق حضرتك والله شكرا. أنت كده شجعتني أنا عندي المكنة دي بقالها 23 سنة. ما شاء الله. ما بتنتصر غير مرة أو اتنين. اهم حاجه بتزيتيها كل مره كده وبتنضفيها عشان الدرافيل ما تبقاش فيها حاجات. هي نظيفه بصراحه. زي الفل. كرتونتها نظيفه بس انت شجعتني ان انا اعمل فيها ان شاء الله. ايوه هتعملي بيها حاجات كتير ان شاء الله باذن الله. تهني بيها. طبعا طبعا. مش انا ابني الشيف حامد. الله يخليك. محمد حامد. الله يخليك. اعمل طبعا. الله يخليك يا رب. الله يخليك يا مدام اماني. اشكرك. انت اللي كلك زوجة والله. ربنا يسعدك يا رب وصورة جميلة انت وهنيونة. ربنا يخليك. شكرا شكرا لحضرتك. ربنا يخليها لك يا رب وتشوفها احلى عروسة. الله يخليك. اللهم امين يا رب. اللهم امين. شكرا لحضرتك جدا. مع السلامة يا ست الكل. شكرا ليكم جميعا وعلى متابعتكم وكلامكم اللي كله ذوق ودايما كده مع بعض دايما في الحلوة على طول يعني. يلا يا خال بس هوريهم حاجه بس قبل ما اطلع فصل. انا خلصت. هي الفكره هي خلاص اللي اتحشت جبنه دي بلفها تاني كده اهوت عشان تبقى مظبوطه. ماشي. بص بقى يا حاج جيمي انا بجيب دي الفورمه ديت. بص طلع كده اهو كده حطها في البقدونس والثوم والكزبره ونقوم حاطينها هنا اهي كده. الله 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 الله. ماشي. ونرصهم جنب بعض كده اهوت ونسيبهم لحد ايه ما يتخمروا معايا. وبعد ما تتخمر بنبدا ان احنا نحطها فين؟ في الفرن. نلزق بقى ايه نلزق كده جنب بعضيهم عشان لما تطلع شفت بقى الفورمه اللي معموله بقى. هحط هنا الاول وبعد كده هحط جنب يعني الاثنين جنب بعض. هنحط الاثنين جنب بعض كده اهو. ماشي. الاثنين بقى جنب بعض. يعني بص عامله ازاي. هنبدا ناخد دي تمام واحده ثانيه نقوم حاطينها هنا. يبقى كل واحده كده واخده اثنين. ماشي عشان بس تبقى انتوا شايفين الموضوع ماشي ازاي كده اهو. اهو يا جيمي دي الرصه اللي احنا بنعملها للمخبوزات نفسها. كل اثنين هتلاقيهم لازقين جنب بعض. ونكمل بقى الايه نكمل بقيه الرصه ونسيبها تخمر. تطلع بص ما شاء الله. بص من كده لكده. نفتح اهو. بصي دي فورمه التشيز كيك. تجيبها هي لها كليبس من هنا كده اهو. بتقفل من هنا وبعد كده بتبدا تفتح ايه من هنا كده. الله عليك. طلع يا باشا. يا سيدي يا سيدي. بص يا باشا الخفيه. انا بس عايز اوريك الخفيه بتاعت اللقمه عامله ازاي. بص طلعت اهيت من هنا هنا كده تورتايه فعلا. بص التوريقه بتاعت العجينه من جوه عامله ازاي. ومحشيه جبنه كمان. ادينا فاصل وبعد الفاصل نواصل يا جيم.
ريحته حلوه لما بيتحط عليه البقدونس، حط عليه ثوم وزيت زيتون، الاخر هتاكل حاجه طعمها حلو، حاجه متورقه كده وحاجه جميله، العجينه نفسها طريه كده وجميله وتقدري تستمتعي بيها على الفطار، دي بتخمر وبعد كده بتبدا ليها تستوي معاكي. ده اللي موضوعه، انتوا لازم تجربوها. رول البطاطس ده لازم تجربه، بس الحشو بختاري اللي انت عايزاه. سهل فكره، لو انت عملتيه بلحمه مفرومه برضه في عزومه امشي بنفس التكنيك اللي احنا جبنا بطاطس مهروسه وبعد كده حطينا 2 عدد بيض، شويه بقسماط وتوم باودر وشويه بقدونس، ولا بيتحط لا زبده ولا زيت. ليه؟ عشان لو حطيت زبده وزيت هتلاقيها الطريقه مش هتعرف تشتغلي بيها. بعد كده عندنا شويه ملح حطيناهم وشويه فلفل هرسناهم وبدأ ان احنا نفردهم على ورقه زبده فيها زيت. بعد كده حطينا الترك المدخن وحطينا الجبنه. فبص من جوه اصلا، بص يا حاج جيمي الجبنه نازله عامله ازاي مع الحشوات، وتقدري تعمليها زي ما اتفقنا باللحمه المفرومه او باي حاجه ثانيه. بص البقسماط اللي من جوه دي بتبرد، ده طبعا بقى تشتغلي بيها زي ما انت عايزه بقى خلاص اهي. بص بقى المنظر بقى، تقطعيها رول كده زي ما انت حضرتك عايزه. موضوع حلو قوي قوي قوي، لان البقسماط كمان اللي انا حاطه، انا حاطط معلقتين 2 بقسماط في العجينه نفسها. هنا الباشا ديت خلاص كل حاجه مستويه فيها اصلا. تاكل ازاي بقى؟ تقومي واخده كده الشوكه كده اهو مع البطاطس مع البتنجان، كل حاجه مستويه فيها. بص يا باشا البطاطس نازله عامله ازاي، كل حاجه بقت تمام وبالهنا والشفا. دي كانت حلقتنا النهارده من برنامج المطعم، اتمنى ان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم. اشوفكم في حلقه قادمه من برنامج المطعم. دمتم في رعايه الله، سلام عليكم. عايز تشوف الحلقة مرة تانية؟ اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.